السلام عليكم، معكم محمود وفنحو. اليوم بلعب ماينكرافت يا اخوان، ولكن كل موب اقتله راح اتحول له. والشيء الثاني اني اذا تحولت الموب هذا يا اخوان ما اقدر اكون طبيعي، خلاص ابقى على نفس الموب الين ما اقتل الموب الثاني. قبل لا ابدا لايك واشتراك، تعرفون الحركات هذه، ويلا بسم الله. طيب بدأت هنا العالم سيد. السيد هذا يا اخوان اخوي جهز لي، ما اعرف عنه الا ان البوابة الانت بس موجود فيها 10 عيون، وان السيد يعني كويس مجهز شوي، مو بمرة لكن يساعدني. طبعا وش السبب ان السيد فيه 10 عيون؟ اني اجمع عينين يكفي خلاص، اما اجمع 12 عين ومدري وش وادور حاله، واختصر علي وعليكم زي ما قلت، فاشوفها ما تعتبر غش. شوفونا غش بكيفكم. بسم الله. طيب شوف في الصندوق، حلو، فورتشن في ايرون، احتاج الجولد يا اخوان. توني ادري ان كسرت بالجولد ما يعطيني، يفا. طيب اسمع، بقتل الحصان، الحصان اتوقع انه اسرع مني ولا؟ السلام عليكم. الحين شوفوا قلوبي صارت نفس الحصان، حتى صرت اطلع صوت حصان طبعا في ماينكرافت. شوفوا شايفين؟ ثواني، الان صرت حصان. صح نسيت اقول لكم، كل موب بتحول له يجيني قدره حقته، تجيني القدره حقته. مثلا حصان بشوف القدره، طبعا اضغط الزر هذا واشوف القدره حقته. اوكي الحصان ما له قدره يا شباب، لكن بعض الموبات لهم قدره، مثلا زي كريبر اتوقع لو اضغط الزر هذا راح انفجر، فهمتوا؟ في المود رهيب. شوف الحين شباب، ما ودي اقول الشيء هذا لكن تحولت بقره، فايش تسوي بقره؟ ايوه تشرب حليب. ودي تحول سكلتون ولا زومبي ولا بشوف ايش يسوون ذولي. اوه لو بصير ايرون جولم بصير قوي يا شباب. اوه نايس، اقدر اضغط شيفت. شوفوا طيب لو اصير فيليجر ايش يصير؟ لا بجرب والله، احس شيء رهيب. اقعد، حلو صرت فيليجر. ايش اقدر اسوي فيليجر؟ ما اقدر اسوي شيء والله. ودي اصير ايرون جولم شباب بس خايف منه. اوكي حلو، شفتوا حتى اليد تصير رائع، يد بس، بس المشكله قلوب تصير خفيفه. لا الايرون جولم كم قلب؟ اوه فيليجر تعال، حلو لان هو اقرب شيء لي، فهمتوا؟ طيب يا اخوان بقتل الايرون جولم، تعال. ايوه صرت شو اسمه ايرون جولم صرت. شوف اليد ايش كبرها يا اخوان، عنده قدره؟ طيب ما عنده، اغلب الموبات ما عندهم قدره اتوقع، بس اتوقع دمجه مره عالي صح؟ خلونا نجرب. لا المشكله اذا جربت راح يروح على الايرون جولم. ها هذا سكلتن، ضربه واحده مات وصرت سكلتن، حلو. اوه اذا صرت سكلتن وجاء الصبح راح احترق. طيب بكنسل سكلتن بصير دجاجه، اصير قلبين. لا لا ما ابغى، ما ابغى اصير دجاجه، كنسل. لا 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 4 قلوب، لا وانا قلبين بعد الحين، مو بس 4 قلوب. الله استغفر الله، حلو صرت زومبي. اوكي اوكي اوكي، تقول لازم اقتل كم خروف عشان تجمع لي اكل، لازم اصير خروف بعد. يا ليل كريبر، ابغى اجرب كريبر. اندرمان نايس، مره نايس، يا رب اتوقع اني اقدر اتنقل فيه. قبل لا اصير اندرمان ابغى اصير زومبي، حلو. وين الاندرمان؟ ايوه تعال تعال، احتاج خشب. اوكي حلو سويت كرافتنج. الله يقرا، اسكت انت او انا ما ادري. احتاج باكت، بيكاكس واكس، تعال قاعد طالع فيك تعال. ليش ما يجي؟ اذا صرت زومبي الاندرمان ما يقتلني صح؟ اي والله ما يقتلني. وات نايس مود، تعال سعد امك تعال. السلام عليكم انا اندرمان، اقدر انتقل. نايس والله مره نايس، الاندرمان مره بيساعدني. طيب حلو لقينا كهف بعد اسطوري. تصدقون ودي اتحول كريبر، ابغى اجرب بس، مع اني ما اتوقع انه افضل شيء هو. طيب اقتل كريبر وبعدين برجع اندرمان بس عشان بشوف الكريبر ايش يسوي. لا تسوي، الله يخرشك. صرت كريبر، اسمع يا اخوان، يا اما اني اموت او ما ادري ايش بيصير، اضغط هذا باذن الله ما اموت. اشو اقدر اقتل الموبات كذا صح؟ لا بسحب عليه خلاص، برجع عند الدرمان برجع. والله العالم فيه اندرمان واجد، حلو العنكبوت اقدر اتسلق الجدران، اقتل الموبات ما يسوي لي شيء، والله نايس. طيب بنزل كيف وبسوي اي شيء يسويه انسان طبيعي، بجرب لو انزل المويه ايش يصير. ايه بتدمج، اما تدمج اوكي خمس، ان شاء الله انكم تشوفون. والله ما تشوفون اتوقع. طيب ادور تورتش، اقصد بصنع تورتش، ما راح يمه. طيب كان الدرمان المفروض تخاف من الماء اكثر من اللابا. ايه يا اخوان عذروني على السحبة الخفيفة، البي سي صارت فيه مشكلة ولكن الحين عايدون باذن الله. اقدر اصير خفاش واطير، تصدقون دائما في اندرمان هنا فاقدر ارجع اندرمان، فبتحول الخفاش. تعال خفاش، اقعد يرحم ابوك الخفاش، خليك تشوف زين، نايس وبتقدر تطير. شباب الخفاش رهيب، بس المشكلة هي لنقطة
والمشكله كريبر يجيني صدقون ما احس اني ما ابغى ارجع عند رمان خلاص خفاش افضل مره بيفيدني بالكيف بقعد خفاش صدقون يب طب جرب لو اعطيه دروع يفيد ولا يب بيقدر يلبس بس ما يطلع انيميشن شباب كان الخفاش ضعيف ولا ما لها دخل والله سنه عشان اكسر هذا لا والله ضعيف يا اخوان يب مشكله الخفاش ضعيف بعد يلا يا شباب افا طفت الاضاءه الزرقاء شباب طيب باك يا اخوان اعتذر اللي ضاعت طفت دي ورجعت شغلتها اتوقع الوزنيه مو مضبوطه لكن الان بليس والله سامن هو دايموندات ثلاث دايموندات والله مره نايس يرحم ابوك ابغاها كيف يا اخوان ادخل ما ادري وين الدايموند بالضبط انا اوكي هنا بعدين هنا بعدين تنزل سلام عليك تحصل دايموند وزنيات اقول لكم وزنيات يعني شباب خلاص ثلاثة دايموند كافي سريع الخفاش والله رهيب يا اخوان يا ليت اني خفاش طول لعبة ماينكرافت والله مرة ضعيف الخفاش هذه مشكلته والله لو اكسر اوبسيدين كم اقعد اوكي ليل الحين طيب وين النذر حقتي البداية اتوقع هناك هي ذيك تشوفونها متى ينكسر اوكي هشو اخيرا خلاص كيف اشغلها طيب على بال ما تشتغل احتياط بجيب جسمه فلنت وين ممكن القسم اوه في قريه هناك يا ابغاك المره واشوف ايش داخل حلو دروع باذن الله انها اشتغلت البوابه يا رب اشتغلت الله يقلع البوابه الخرا طيب احصل فلنتين اكيد صح في بحر حلو اوه بنقعد سنه ما اقدر ثواني ابغى اسوي باب بسم الله والله توتر ليتس جو للنذر حلو في اندرمان مضمون باذن الله القى واجد لكن خلوني ادور القريه الحين طيب اسمعوا شكلي بكنسل القفاش والله شكلي بتحول قاست والله يطلع اذني اوكي حصلتها اوه هذه قلعه واخيرا حلو حصلنا قلعه لو تحول بليز ما يجيني البليزات الثانيين صح؟ دايموند حلو هذا سبونر بليز صح؟ نايس موت يرحم امك الحمد لله المفروض انكم اخوياي اخويا الله يسعد ابوك يلا تعال يلا حيهم اه ليه خويك عفا يا ابن الكلب خويك انا يلعن استغفر الله وش الصوت اللي طلع من خرشه نسيت اجرب قدره البليز تصدقون ارمي على امك نار يا كلب تحسب بس انت اللي عندك نار ما تدمج الكلب الخامسه والاخيره وخلاص بزبن حيوان السلام عليكم وين بوابة النذر حقتي؟ يا رب احصلها. اذكر انها في ذيك الجهة فباذن الله احصلها. تقول من الكاس تعال جرب. كسرت كبير تو ماتش اوه ماي جاد. طب القدرة. حلو. رجعت للقلعة انا حلو مرة حلو. هناك يا ثور. موت يا كلب. شباب نصيحة ماينكرافتية. احفظ مكان بوابة النذر لا تكون حمار زيي ولا تعتبر غش يا شباب ونرمي هذا عشان ما حد يقول شيء ايوه اعتبر اني رحت لمها فهمت نسيت اجيب عيون طيب لازم ادور اندرمان وش المكان الخرا اللي رسمني فيه هذا والله وداني مكان بعيد مره شكله قبل شوي 746 الف اندرمان قدامي الحين وينهم طيب لو رحت بالمشي برجع النذر يا شباب وين النذر الحين هذه حلو لازم احصل اندرمان قريب من هنا وين الاندرمان ابغى اطبق لان ذهب يمكن يعطيني عيون ذهب ها تحب الذهب انت خذ هذا اللي عندك يا كلب قلع الله يقلع صوتكم الخرا ما في اندرمان قبل شوي محصل اربع اندرمان بجنب بعض هذه ما تصير ماينكرافت والحين ما في ولا اندرمان اوكي اندرمان واخيرا والله لو ما تطلع لي عيون لا اطلع اي الله شباب اسف والله بس ابن الكلب ذبحته وضيع عليه بليز وما معه عيون. والله انكم المفروض تشوفون بالمقطع صوبت على البلوك اللي موجود طيح باللافا يا ثور ليه؟ شباب اعتذر على الكلام هذا لكن شوفوا اعرف اني كل شوي احبطكم اقول ما اوكي هذه المره لا هذه لما خلاص باقي احول كريتف واذبح التنين وفعلا بسوي شوفوا بحول كريتف ببني بوابه التنين تمام؟ وانا اخر شيء وش كنت؟ كنت اندرمان، فالحين بصير اندرمان وبجيب لي اغراض من كريتف.
ترى الغلط مو مني يا شباب يا اخي، والله اني صوبت على بلوك وقسم بالله، لكن والله اني ما ادري كيف. ابغى اتذكر الاغراض اللي معي المهمه وباجيبها، تمام؟ والله اعتذر يا شباب، بس وقسم بالله ان مره ما توقعت، يعني مسوي كل شيء صح، احط على بلوك كوما والله ما ادري كيف، فيعتبر جلتش، فانا ما سويت شيء غلط. الغلط مو مني، الغلط من راعي مود حمار هذا ولا اندرمان بعد. شفتوا الغثاء بداني تحت دمجني، قسم بالله كلب، بسم الله بحاول اقتل التنين وبتحول تنين، شوف ايش يصير. شو سلام عليك، الله يطيح حياتك، الله ياخذ عمرك، الله ياخذ ابوك. عدنا يا شباب، او لا ثواني ثواني، عدنا يا شباب. خلك رايق، اشو مكان. اوه شت شباب، عدنا عدنا يا شباب. هي اوكي، عارف اني فليتها في كريت في شوي، لكن والله ضغطني، والله يضغط شويه مشوي. اوه قدوا عليه، والله ما الومكم. ايه نط نط يا اخي نط، باقي واحده لا ثنتين. اوكي حلو حلو، تكفى رحم امك، بيطيرني اشو. اخيرا لا باقي واحده، يا ليل لازم اضبطها مره، اما نكون او لا نكون. عدنا يا اخوان للمره ما ادري والله. طيب شوف الحركه شباب، المفروض اني اطيء جر، الله يقلع امك. هل لازم نروح ندرس يا شباب؟ شوفوا نص قلب لف علي وعطاني كف، خلاص والله قهرني قهرني، الله يقهر ابوه يا رب ما اموت. وانا اعود مره اخرى يا شباب، عدنا يا شباب لما خلاص باقي احول كريتف واذبح التنين، وفعلا بسوي. اوكي يا شباب، صرت اندر دراجون، قتلته وصرت اندر دراجون. تدرون انه اسوء من ستيف، بس يسوي كذا. تخيلوا اني حتى ما اقدر اطير. بس يا اخوان يعطيكم العافيه على المشاهده، ان شاء الله انكم استمتعتوا بالمقطع، والله ما ادري برضو اعتذر على اللي سويته في ماينكرافت هذا، خربت العالم. مدري شوفوا البوابه هناك، لا تنسوا اللايك والاشتراك، واذا عجبكم المقطع انشره على بين اخوياك وكذا، وتعرفون الحركات هذه. وبس يعطيكم العافيه.